كان العروبة يخطو خطوات مميزة، وإن كان فنجا يتربص، وإن كان السويك ربما حتى من خلال هذه الكرة. نعم فعل السويك، نعم أحمد الخروصي، أصفر البطولات، أصفر الأمجاد على إيقاعات دندنة جماهيره، يسجل هدف التقدم أحمد الخروصي، هدف بطعم الذهب، هدف بوزن الذهب للسويق، يأتي بقدم أحمد الخروصي، نعم يسجل ربما أغلى الأهداف، أثمن الأهداف للسويق في بطولة الدوري، يسجل في هذا التوقيت، يسجل في هذا التوقيت أحمد الخروصي. استثمر الخطأ في الكرة الماضية، لاحظ المحاولة الماضية والخطأ من دفاعة الخابورة من السنغالي. بالا، ماذا تفعل يا بالا؟ أحمد الخروصي كيف له أن يضيع مثل هذه؟ يسجل، يعطي الفرحة، يبعث بالفرحة لجماهير السويق، بل السويق، كل السويق الآن تعيش على إيقاعات الفرح بهذا الهدف، وضعها بشكل ممتاز، سجلها الخروصي أحمد، وبالتالي يعطي السويق هدف التقدم. لاحظ أحمد استلام واستثمر الخطأ في الكرة الماضية، يسجل هدف غالي وثمين، وعبد السلام ينجب الحظ، نعم هدف